منتصف يناير كانون الثاني الماضي، أعدم تنظيم داعش الإرهابي 4 صيادين قرب جدول شمالي مدينة سامراء العراقية بعد اختطافهم. العملية اعتبرت واحدة من الهجمات الإرهابية الروتينية، إلا أنها كشفت استراتيجية داعش واهتمامه بالتواجد قرب الأنهار والممرات المائية، استراتيجية اتبعها التنظيم منذ تمدده في سوريا والعراق عام 2014. فلماذا يركز داعش على البحيرات والأنهار؟ منذ انهيار الخلافة في مارس آذار 2019 لجأ داعش إلى حرب العصابات. بالنسبة له، التواجد قرب الأنهار والمسطحات المائية الأخرى يوفر لعناصره الإمداد اللوجستي، ولإثارة الرعب لجأ إلى استهداف السكان المحليين، فاختطف العديد من الصيادين والعمال الزراعيين وأعدم بعضهم. مؤخراً شهدت مناطق الأنهار والجداول المائية في العراق نشاطاً مكثفاً للتنظيم، وهو ما استدعى إطلاق القوات العراقية لحملات عسكرية لتطهير تلك المناطق. هذه الاستراتيجية الداعشية تبناها من قبل تنظيم القاعدة، ونذكر هنا الهجمات ضد المدمرة الأمريكية USS Cole في خليج عدن عام 2000. حرب المياه كانت تستلزم من التنظيم مهاجمة مدن رئيسية تتيح له السيطرة على الأنهار والسدود، وهذا ما حصل بالفعل. والحديث هنا عن مدن الفلوجة والرمادي وراوة وعانة والقائم وحديثة والموصل في العراق، وكذلك الطبقة والرقة ودير الزور في سوريا. التنظيم تمكن من السيطرة على سدود الموصل وسد النعيمية المعروف بالفلوجة وسد الطبقة في سوريا، ما سمح له بالتحكم في توليد التيار الكهربائي لمناطق سيطرته، بالإضافة لتوظيف الماء كسلاح سواء عبر قطع إمداداته في مناطق وإغراق مناطق أخرى لوقف تقدم خصومه على الأرض. فعلى سبيل المثال، أغلق التنظيم بوابة سد النعيمية عام 2014، وأدى إلى إغراق حوالي 200 كيلومتر من الأراضي الزراعية والقرى العراقية. كذلك أغلق التنظيم بوابة سد الرمادي عام 2015، وهو ما أدى إلى نقص المياه في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية في محافظة الأنبار. كما هدد التنظيم بنسف سد الطبقة وإغراق المناطق المحيطة به لعرقلة تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي كانت في طريقها للسيطرة على معاقله في الرقة السورية. واستغل داعش نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا في عملياته للدعم اللوجستي والإمداد العملياتي لمقاتليه، فجرى نقل المقاتلين والأسلحة والمتفجرات عبر مجار هذه الأنهار، وزادت أهميتها خلال المعارك الرئيسية التي خاضها التنظيم في سوريا والعراق، إذ قام باستغلال نهر دجلة في الموصل لاستهداف قوات مكافحة الإرهاب خلال معركة استرداد المدينة، وتكرر الأمر في مناسبات ومدن أخرى. وفي المقابل كان للاستراتيجية التي اتبعها تنظيم داعش انعكاسات وارتدادات سلبية على المجتمعات المحلية. ففي العراق أدى إغلاق بوابات سد النعيمية على نهر الفرات إلى تعرض بلدة أبو غريب وعشرات القرى الأخرى للغرق، وحرم المزارعون في مناطق أخرى من الماء اللازم لري الأراضي الزراعية، كما نزح آلاف السكان من المنطقة إلى مناطق أخرى. وتقول تقديرات إن عدد النازحين بلغ نحو 40,000 شخص. ومنذ العام 2013 شن داعش عشرات الهجمات ضد البنية التحتية المسؤولة عن التحكم في المياه في كل من سوريا والعراق وليبيا وغرب أفريقيا، واستنسخ التنظيم نفس الاستراتيجية والتكتيكات في المناطق التي تمدد فيها في شمال ليبيا وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي غرب أفريقيا ركز فرع داعش المحلي الذي يعرف بولاية غرب أفريقيا نشاطه وثقله الأكبر في حوض بحيرة تشاد التي تضم 4 دول، وهي تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. واستغل التنظيم حالة الجفاف التي أصابت البحيرة في فرض سيطرته على المنطقة، كما تؤكد إفادات الأمين العام للأمم المتحدة.
نشاط داعش في تلك المنطقة يهدد قرابة 11 مليون شخص، خصوصاً وأن الجفاف الذي أصاب البحيرة أدى إلى حالة من الفوضى والسيولة الأمنية. ونتيجة تلك الظروف ارتفعت عمليات الاقتتال بين السكان والرعاة المحليين على الموارد الطبيعية، وتقدر منظمة العفو الدولية سقوط حوالي 40 ألف قتيل خلال المواجهات في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و 2019.